بص يا اخ سعودي، انا عايز اوضح لك ان انا انني شاهد منذ تاريخ 25 يناير، وانا بنزل الشارع واشوف كل التصرفات واشوف كل اللي بيحصل، واي معلومه تحتاج ان تسالني عنها اسالني، واقسم بالله ان اقول لك الصدق. اسالك بشنو؟ انا مالي دعوه بالثوره، ويعني هذا شانكم الداخلي، ولكن حاز بنفسي إهانة الرئيس حسني مبارك، بس إهانته بهذا الشكل إحنا اللي ما نرضى فيه، بس فقط لا غير. يعني هذا زعيم عربي، لذلك إحنا ما نرضى عليه يا أخوي. المصريين الشرفاء الصامتون لا يرضون بما يحدث في زعيمنا الوطني. كسر على التلفزيون لو سمحت. يا أخي اللي عايز أقوله لك إن مصر عن بكرة أبيها بيها خرجت الآن إلى مسبيره، وتجد كل القمع وكل الهتافات وكل رمي الحجارة من الثوار المعاديين بأعداد قليلة، والقوات المسلحة تمنع هؤلاء الشرفاء. لا يوجد قناة واحدة ولا تغطية إعلامية واحدة، لا في قناة مصرية، ورغم أنهم أمام التلفزيون المصري لا يوجد قناة أحمد واحدة. عندكم تصوير مصورين أنتو؟ نحن نحاول الآن بشطر. صوروا بموبايلاتكم، صوروا بالموبايل، وهذا بعثوا لنا على الإيميل، عرضنا لكم، خلنا نعرضه عشان الناس تشوف الحقيقة. سنرسل إليك على الإيميل وحننزله على اليوتيوب. نعم، احنا عرضنا الإيميل على الشاشة، والحين نعرض الإيميل مرة أخرى، وأي تصوير عندكم جيبوه عشان نعرضه للناس. سكوب عندكم، سكوب تي في وين؟ على الهوت ميل يا أحمد. نعم، أريد أن أوضح إليك شيئاً، وأريد أن أوضح إليك كيف استطاع محقق حقق مع السيد الرئيس حسني مبارك في ساعتين، حقق في 30 سنة ماضية، خلصهم في ساعتين وأصدر قرار بالحبس، رغم أن ما حدث يوم 28 يناير من حرق المباني وحرق الأقسام 99 قسم شرطة وحرق وكسر 11 سجن، وما حدث في يوم 28 حتى الآن منذ 3 أشهر، حتى المحقق الذكي الذي ناقش 30 سنة في ساعتين وأصدر حكم بالحبس من 30 أنا السؤال اللي يطرح نفسه، الحبس ليش؟ قانونيا يعني ليش الحبس؟ إذا ما كنت خايف من هروبه وعارف مقر إقامته ليش تحبسه يعني؟ لا، أريد أن أوضح لك شيء آخر. السيد النائب العام يعلم أن هناك وقفة اليوم 25 أبريل في عيد سيناء، وقفة إلى الزعيم الوطني، إلى الزعيم الوطني الذي عاد إلينا أرضنا، فأصدر بالأمس الساعة 2:30 صباحا قرار بنقل الزعيم إلى سجن، إلى مستشفى سجن ترى. قل لي يا أخي، بيتحدى من ومن بيتحدى من وهو الذي عينه السيد الرئيس حسني مبارك؟ بيتحدى الشعب المصري، بيتحدى الشعب المصري، ويتحدى عواطف الشعب المصري، يتحدى الأغنياء الصامتة في بيوتهم، يتحدى 77.2% من الشعب المصري قالوا للاستفتاء الماضي نعم عندما تم الاستفتاء بانتخابات نزيهة. يتحدى من هذا النائب العام، ولصالح من يدنس تاريخ 30 سنة لبلد مصر؟ من هذا ومن الذي يدبر هذه المؤامرة للمصريين؟ هذا الزعيم الوطني الذي تحدى أن يخرج واحد ويقول أنه له حساب في أي بلد، يقول هم أرسلوا إلى الدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لتجميد حسابات الرئيس، ثم جاءت نحن نوافق على تجميده. هذا لا يعني أن هناك ليس لديه حسابات في هذه الدول، هذا قرار وموافقة على القرار، ولكن لا يعني، ولو هناك دولة واحدة لديها دولار لحسني مبارك لكانت أعلنت عليه، كما أعلنوا عن القذافي منذ أكثر من شهر، وبعد أحداثه بأسبوع أن لديه 31 مليار بأمريكا. يا سيدي، نحن في مؤامرة شديدة، مؤامرة على زعيمنا، مؤامرة على رمز مصر، لتسقط مصر. وصدقني أن قناة الجزيرة وليس الشعب القطري، الشعب القطري شعب عظيم، والشعب الكويتي شعب عظيم، والشعوب العربية جميعها عظيمة، ولكن صاحبة المؤامرة
والتي قالت عنها ويكليكس أنها اشتركت مع وزيرة الخارجية الأمريكية، وهناك حديث بالصوت والصورة في وثائق ويكليكس تقول أن هذه القناة دبرت أنه عندما يخرج المصريين أو يخرج من يقول عنهم الثوار وهم المأجورين من حركات تصرف عليها دول حقوق، تصرف عليها هيئات حقوق الإنسان. يا أخي هناك عندي فيديو سأرسله إليك أريك كيف فعل الثوار بضباط الشرطة، قلعوهم ملط عريانين وقعدوا يكبروا عليهم وربطوهم من أرجلهم ورؤوسهم وكبروا عليهم، كبروا عليهم كما تكبر أنت على الضحية والغنيمة. سأرسل إليك هذا الفيديو، ثم تأتي حقوق الإنسان في نفس اليوم الذي حدث فيه هذا لتقول أنها سوف تعقق في 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 واقعة أن الشعب رمى البرادع بالحجارة في الاستفتاء وتركت مثل هذه الأمور. أقسم بالله سأرسل إليك هذا الفيديو، وتذكر أنني أحمد الصادق أنا الذي أرسلت هذا الفيديو، وناقشني فيه. سأرسل إليك ما هو ما تتصوره ولا يتصوره الشعوب العربي. أرجوك أرجوك أنشر ما سأرسله إليك، وإن كنت واثقا منه أنشره، وإن كنت لغير واثق لا تنشره. رح ننشر. يا سيدي مصر في مؤامرة، ونحن لا نعيش ديمقراطية الآن، نحن نعيش القمع لا الدكتاتورية. أي ديمقراطية؟ هذا رأي واحد. وين الديمقراطية أخوي أحمد؟ أي ديمقراطية؟ هذا رأي أحد، اللي ضدهم هو الخاين يا أخوي. بالضبط يا سيدي. إن شاء الله إن شاء الله سينصر. أي واحد يطلع الآن يمدح حسني مبارك يصير خاين لمصر. يا سيدي يا سيدي مرتضى منصور قد تم رميه في السجن، وهو الذي سجنه النظام السابق، نظام الرئيس حسني مبارك، وهو الذي زورت عليه انتخاباته، ولكن عندما قال كلمة الحق ذهب إلى سجن. عرفت بإيه؟ بتهمة سب الثوار. انظر إلى الفيسبوك، الثوار اليوم كل من هو مثلي يرسلون له بالحرف الواحد من المسجات ومن ردود على الفيسبوك اتهامات رسمية بأنهم سوف يسجنونه. ليه؟ لأنه يسب الثوار. هذا قانون جديد، هذا قانون جديد اخترعته المؤامرة. ما هو قانون سب الثوار؟ أي ثوار وأي ثورة قامت على 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 أهلها؟ الثورة تقوم على احتلال، تقوم على 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 حد غير جنسية البلد. أي ثورة التي تقوم هذه على أهلها؟ هذه الثورة قامت على أهلها. يا سيدي يا سيدي أرجوك أرجوك أنا سأرسل إليك جميع الوثائق على الفيديو، وأنا أحمد الصادق سأرسله إليك، ومستعد أن أذهب إليك إلى آخر الدنيا بمستنداتي كي أثبت إليك المؤامرة التي جاءت على هذا الرجل الزعيم الوطني، هذا الرجل الذي لم يعطي ذريعة لأجنبي يدخل هذه البلاد، هذا الرجل الذي تسلم مصر وتعدادها 40 مليون نسمة، الآن مصر تعدادها 85 مليون نسمة. لم يكن في مصر يا أخي منذ 30 سنة، لم يكن في مصر يا أخي، دول فهموا الشعب أن حسن مبارك هو المسؤول عن الفقر والغنى. يا أخي حرام، هذا والله العظيم إلحاد. المسؤول عن الفقر والغنى والرزق هو الله سبحانه وتعالى. هم فهموا شعب مصر أن حسن مبارك هو المسؤول عن الفقر والغنى. أقول يا أخي بيحرفوا الناس عن إيمانهم، بيحرفوا الناس عن إيمانهم. أخي أرجوك يا أخي سأرسل إليك جميع الوثائق وسأعيد الاتصال بك. أرجوك اعرض ما ترى أنك، وأنا مستعد. يعني أخوي أحمد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. يعني هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن يوقر الناس الكبار، لا بد أن توقر يا أخوي. يعني لا بد أن التعامل. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. صحيح. الأخلاق يا أخي، الفساد ليس الفساد المالي، الفساد هو الفساد الأخلاقي. وانظر يا أخي عندما قامت لما أسقطت أمريكا العالم منذ سنتين في الأزمة المالية وكان هناك فساد مالي متسقل فيها، لماذا لم يقوم الشعب الأمريكي على 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 على, على رموزه وعلى رؤسائه؟ لماذا أمريكا الآن تدعم هذا عشان فساد 10 أشخاص ولا 50 شخص؟ وأنا بقول لك يا أخي والله الفساد الحقيقي بدأ ما بعد 25 يناير. والله الدكتاتورية يعني شوف اليوم أخوي أحمد، أمريكا مانع دخول واحد بحريني ومعاه فيزا أمريكية صالحة، منعوه عند الحدود، منعوه
غير 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 مرغوب فيك دخول امريكا. يعني هذه امريكا بلد الحريات والديمقراطيه، تمنع اللي تشوفه ما تبي يدش عندها تمنعه. لا يا اخي، هذه الحركه حركه ماسونيه، ويعلم الجميع ان الماسون تدخلوا في مصر، والحركه الماسونيه لها اذرع، اذرعها الاولى هي اذرع حقوق الانسان وحركات حقوق الانسان التي تلقت كل التدريب خارج مصر، وسارسل اليك المستندات. اخي هذه صحيح. الحركه الماسونيه صحيح. ينتمي اليها اوباما شخصيا وليست امريكا، ينتمي اليها اوباما شخصيا. اوباما يعمل الان لا للحرب بالمعدات، ولكن بالحرب في الشعوب، يفتك الشعوب كي تضع في الدول. ارجوكم تنبهوا، هذه الحرب ليست على اخي. الله الله يرحم ايام جورج بوش ولد الحموله. اذكر اليك اوباما الظهر طرثوث. أذكر إليك شيء الآن يحدث وأنا أتحدث إليك، وأرجو أن كل من يشاهدنا أن يدخل إليه. أذكر إليك أن جوجل التي ترسل من أمريكا، جوجل أنزلت منذ 4-5 أيام أنزلت فوت على الصفحة بتاعتها، تقول أنها في طريقها إلى تغيير الخريطة العربية وخريطة الخليج العربي، وأنها تقوم بعمل فوت لتسمية الخليج الفارسي وليس الخليج العربي. ادخلوا إلى جوجل وسأرسل إليك السايت الآن الذي به هذه الخريطة. والله يا أحمد، والله خليج ويعة بقلب جوجل وربع جوجل، خليج فارسي، خليج عربي غصبا عليهم. ونحن الآن نصوت جميعنا في اتجاه الخليج العربي، لكنها حتى الآن تقاوم. أنا خرد على موضوعنا الرئيسي الحين. الملك فاروق غادر مصر بالباخرة بكل احترام، زين، واعزفوا له السلام الوطني المصري شباب الثورة باحترام وأدب. نعم زين، نعم. ليش ثوار 2011 بهذه الأخلاقيات يهان الرئيس حسني مبارك هذه الإهانة؟ يا سيدي، ليس الرئيس مبارك رمزنا فقط هو الذي يهان، يعني لازم شباب الثورة يا أحمد يعرفوا حاجة مهمة جدا، إن إهانة حسني مبارك إهانة لهم، يا فهد إهانة لتاريخهم، إهانة لبلدهم، إهانة لإنجازاتهم. يعني 30 سنة حكم مصر تروح ببلاش لدولة، وإسقاطا لدولة عربية. صدقني يا أخي، المقصود من إهانة الرئيس حسني مبارك هو إهانة الشعب المصري وإسقاط دولة مصر وإسقاط العرب. صدقني يا أخي، المؤامرة أكبر مما تتوقع. المؤامرة مؤامرة ماسونية، زعيمها أفراد وتغلبوا فيها على الشباب ذو الخبرة القليلة، وعملوا لهم غسيل مخ. هؤلاء الشباب يقودهم من هو وائل غنيم. انظروا إلى وائل غنيم، هذا الوائل غنيم تم ضبطه في قضية من 12 سنة، كانت قضية مشهورة في مصر أمام قصر بشارع صلاح سالم. هذا الرجل كان وخرج بكفالة 6000 جنيه. هذه القضية كانت شهيرة باسم عبدة الشياطين، كانت هذه بداية دخوله إلى الماسونية. يا سيدي، الماسونية كلمة في الأساس كلمة يونانية، المقصود منها البناؤون الأحرار، ترجمتها البناؤون الأحرار. هؤلاء البناؤون الأحرار يهدفون، ومؤسس الماسونية أساسا السيد كوهين، وهو يقصد في البداية وفي النهاية البروتوكول 18 من التوراة اليهودية. اقرأوا البروتوكول، هو يقصد بهذا البروتوكول ألا وهو إسقاط كل ما هي أمبريلا للشريعة وللعرب وللعرب جميعا. يا أخي، سأقول إليك شيئا واحدا أخيرا وسأعاود صلبك. انظر إلى كتاب البخاري، الحديث رقم 7098 في كتاب البخاري، بالباب الثالث والرابع من باب الفتن، في الجزء الرابع من كتاب البخاري، الحديث رقم 7098، الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح قال: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء، هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء. ثم الحديث 7099 من بعده.